يا جماعة الإيمان مش كلام. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. يا غلام إني أعلمك كلمات. أول حاجة قال له إيه؟ احفظ الله يحفظك. حفظ الله. خد الولد وخد امه وتركهم في مكان لا زرع فيه ولا ماء. الزوجه الصالحه نظرت الى ابراهيم على من تتركنا في هذا المكان؟ بس انت ليش في المكان ده؟ شد حيلك.